عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نشهده ونعاهده على أن نعمل على نصرة دينه ودعوته تحت راية جماعة الإخوان المسلمين ملتزمين بأوامر قيادتها عاملين بلوائحها وقوانينها ما لم نؤمر بمعصية ما استطعنا إلى ذلك سبيلا ونسألك يا حي يا قيوم أن تعيننا على الوفاء بهذا العهد وأداء هذه البيعة حتى نلقاك وأنت راض عنا رضا لا تسقط علينا بعده أبدا غير هدايا ولا ندامة ولا مبدلين ولا